السلام عليكم. اليوم بهذا الفيديو راح تشوفون شلون شغل الوازية بهذا البيت. طبعا الوازية 10 أمتار، شلون اشتغلناها وشنو المواد اللي اشتغلنا بيها. وبالبداية مثل ما تشوفون لابخين الوازية على المساطر، بعد ما لبخوها على المساطر جا بلش العمل مالتنا. اشتغلناها سيراميك مادة وتفقيم مثل ما تشوفون النظام والترتيب بهاي الصورة. وطبعا بالنسبة للسيراميك والمادة وبقية المواد كلها درجة أولى اللي اشتغلناها بهذه الواجهية. وهسه راح تتابعون الفيديو، بالنهاية راح تشوفون شكل الواجهية طلع مختلف جدا. مثل ما تشوفون هذا شكل الواجهة، السياج الخارجي والواجهية بهاي الطريقة. طبعا هذا تصميم أبو البيت، المهندس اللي مصمم هذه الواجهة هو جاب لنا الخارطة واشتغلنا على الصورة اللي جايبها هو للواجهية. هنا إذا عجبكم الفيديو تخلونا لايك ومتابعة، واللي عنده أي استفسار أو ملاحظة بخصوص العمل يكتب لنا بالتعليقات وتدللون، أو تتواصلون على حساب انستغرام اكتبوا أحمد آل بدير راح تلقون أول نتيجة بحث، راسلون هناك وإن شاء الله راح أرد على الجميع. بس لا تنسون تخلونا لايك على الفيديو وانطونا رأيكم بالشغل.